وتوتا تلعبوا فين؟ يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. ليه يا ساتر؟ ده اهلاوي ده بقى ايه بجد؟ توتا انا بحسبك هتقول ملوش في الكوره. محمد عبد الرحمن على التليفون. ده اهلاوي حمى ده. اه صباح الفل. ازيك يا محمد؟ محمد مساء الغير عليك. ازيك؟ عامل ايه يا ريهام؟ صباح الفل يا كابتن. صباح الفل يا حبيبي، اخبارك ايه؟ وانتوا طيبين الحمد لله كله. ده احمد بيقول لي اهلاوي ايه؟ لا ده انت موافق على التشكيل ده يا محمد؟ موافق على التشكيل ده؟ موافق على التشكيل ده بس مدام فهمي حطه ربنا يستر علينا. والله بقول لك حاجه بامانه، انا شايف انا شايف تشكيل مثالي والله العظيم. المثالي فعلا انا قاعد بسمعه من بدري. هو التشكيل المثالي ممكن يكون تحفظ شويه، ممكن الاعب ايمن اشرف رامي وايمن جنب معلول شويه ممكن عشان برضه هو من ناحيه الشمال يبني شويه من ناحيه الشمال، لكن شايف اتنين في نص الملعب ديانج والسوليه والثلاثه اللي قدام. في يعني الظروف اللي انت فيها برضه. نعم؟ انا بكلمك على الظروف اللي احنا فيها. الظروف اللي احنا فيها انت بتتكلم. اقول حاجه يا كابتن بعد اذنك، هو لو معلول ولعب قدامه اجايي لا هيبقى الاثنين مسهلين على بعض في الوينج ده، هيسهلوا على بعض يعني. خصوصا ان نادي الزمالك عنده مشكله في الباك رايت اصلا ناحيه اليمين، بيلعب بولد لسه ناشئ بس لعيب برضه كويس. لعيب كويس جدا. بس لسه يعني لسه. بس كان معلول واجايي في الشمال يعني لا هتبقى ايامنا. بس انتوا لازم تتفرجوا مع توتا على ماتش بقى. عايزين نتفرج معاك على ماتش ده. لا سيبه بيلعب وهو بيتفرج. وهو بيتفرج ايه؟ ممكن يموت يا ساتر والله العظيم. بيتعصب ويشتم عصبي ها وانت بتتفرج على الماتشات. يعني فهمي بيقولوا عليه عصبي وبتاع، فهمي بيبقى عادي يهديني يقول لي يا ابني هنكسب. ايه ده بس هنكسب. انت لازم تتفرج معايا يوم يعني ساعه عبد الله السعيد توتا. نقول له اهدى، هو دلوقتي هدي اكيد وعبد الله حبيبنا وكل حاجه. طبعا. مش راضي يقول اسم عبد الله. مش عايز يقول اسم. مش عايز والله. يا ابني والله يقول لي رقم 19. اقول له طب قول لي احنا نعرفه كويس. قال لي لا توتا متعصب جدا. ابقى اتفرج معايا يوم السبت عشان يهديك بقى، عشان لو في حاجه. لا وفهمي بصراحه مبدع جدا في الماتشات كمان. يعني بيعمل جو كده وبيأمن علينا قبل الماتش. بتجمعوا قبل الماتش بشويه تتكلموا وتستنوا الماتش. لا احنا قبل الماتش يومين بيومين مثلا فاهم يبتدي يكلمنا انتوا فين انتوا مش عارف ايه، طب يلا الماتش بعد بكره مع بعض بتاع الحاجات دي. يعني هو لسه مكلمني بس انا للاسف في الساحل فعشان كده ما عرفتش والله العظيم مش عارف اتفرج معاه الماتش ده. بس ان شاء الله بامر الله هنكسب ويا رب فاينل يكون بيسمع الحلقه دي ويعمل التشكيل ده يعني. يا رب ان شاء الله. ده يعني هيشوف الاصلح يعني يا توتا يعني. بالظبط يعني ان شاء الله. بس الاصلح ليه وهو اعتقد عنده الرؤيه الفنيه اكيد افضل مننا بكتير يعني. هو اللي جوه الفرقه وهو اللي عارف ظروف الفرقه، احنا بس بنشوف الظروف من بره. لكن دايما وانا عشت التجربه دي دايما المدرب عنده ديتيلز وحاجات صغيره الناس مش شايفاها. مش عارفينها احنا يعني. بالظبط بالظبط. لكن نتمنى انت اتفرج مع احمد درويش بقى توتا ربنا يعينك. الله. احمد درويش ده مدير اعمال او مدير اعمال زملكاوي ولا اهلاوي؟ جدا اهلاوي صاحبنا قوي يعني. اوكي. بس كده يعني انت خلاص خارج اللي مش هتتفرج معاه. انت احمد حسن كابتن احمد حسن وهشام العمري. هشام العمري طبعا. دكتور حسام غنيم الدكتور يعني اعظم دكتور جهاز هضمي يعني تقريبا ومناظير واهلاوي برضو. انا بلم كل الاهلاويه عندي واقعد اتفرج يعني. وتقعد تتفرج ونقعد وبعد ما نخلص بقى نطلع بقى نتخانق على طول. ليه بس ربنا هيجيب الخناقه مع نفسنا. الماتش ده يخلص كام كام يا توتا؟ ممكن يخلص كام كام؟ بامر الله ان شاء الله باذن الله 3-0. 3-0. بقول لك بس الناس تيجي بقى. الفكره الناس تيجي فين؟ ان شاء الله يجوا الملعب بقى. الايه؟ طب بص طيب متشكرين قوي يعني. احنا بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي وان شاء الله فعلا يحققوا نتيجه ان شاء الله باذن الله يعني تليق فعلا والله العظيم بمباراه قمه فعلا كبيره لها استعدادات خاصه. وزي ما قلنا يمكن في اول الحلقه دي مباريات من المباريات الغير متوقعه يعني. انت بتحاولي تتغلبي بس ما علينا والله العظيم ابدا. لا لا ان شاء الله هتبقى مباراه كويسه ان شاء الله باذن الله. مرسيلك يا توتا وتيجي بالسلامه يا رب. كمان لان بجد والله لا بعيدا بقى عن الهزار والحاجات دي. لا والله الزمالك برده اليومين دول فورمه جدا والمدرب اللي معاهم كويس الحمد لله. معانا فاينل خلاص يا توتا. انت بص انت قلت خلاص يا توتا تصبح على خير. تصبح على خير. بالتوفيق ان شاء الله يا رب. شكرا يا دكتور. سلام يا علام. ان شاء الله يفرح ملايين ملايين الناس اللي قاعده مستنيه الماتش ده. قولوا امين ان شاء الله.